الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء على قناة اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك، أهلا بكم، معكم أيمن إبراهيم في خاطرة جديدة من سلسلة خواطر إدارية. النهاردة هنتكلم على بعض الحاجات المهمة واللي بتؤرق الناس، الشباب بالذات والشابات اللي بيشتغل في مجال الإدارة، ألا هو الفرق بين الجولز والأوبجكتيفز أو الغايات والأهداف. في بعض الناس بيقول لك لا ده هم زي بعض، او بعض الكتابات بيقول لك الجولز هي الاوبجكتيف، فخلاص اللي بيعتقد ان هو الاثنين زي بعض او هيتعامل عليهم زي بعض فخلاص، يعني ايه نخليه على اعتقاده. لكن خلينا نشوف التعريف الثاني اللي هو بيعرفهم بشكل مختلف، وبيقول لك الجولز هي الغايات والاوبجكتيفز هي الاهداف. الغايات دايما بيقول لك دي حاجه عامه بتوضح الرؤية الشاملة لطموحاتك أو طموحات الشركة بدون ما بتخش في تفاصيل كيفية تحقيقها وبشكل تفصيلي ولا وسيلة قياس. مثلا لو واحد بيقول مثلا أنا عاوز واحد مثلا بيلعب كمال أجسام مثلا بودي بيلدينج في أحد، يقول لك أنا عاوز أبقى بطل عالمي، أوكي كلمة عامة، او شركه شغاله في مجالات معينه تقول لك انا عاوز ابقى اكثر شركه ربحيه او ماركت ليدر في السوق المصري او السوق اي العالمي او السوق الخليجي ايا كان السوق اللي هي بتستهدفه، يبقى دي غايه. يعني ممكن يقول لك انا عاوز ابقى كده، طب عاوز تبقى كده ازاي؟ خلاص بنيجي بدور الاهداف ان هي لازم تبقى سمارت، اللي هي محدده، اللي بيسموها سبيسيفيك ميجرابل قبل القياس، رياليستيك واقعيه، اتشيفابل قبل للتحقيق، وليها وقت محدد بتحقق بيها. فانت بتقول مثلا انت عاوز تبقى بطل عالمي في كمال الاجسام، طب انت دلوقتي بطل فين؟ انت دلوقتي فين؟ يقول لك انا باخد بطوله محليه في المنطقه بتاعتي. خلاص يبقى بيحط اوبجكتيف بتاعه انه في خلال مثلا سنتين ياخد بطوله المحافظه اللي هو فيها. يبقى وسيله القياس بقى عنده بقى مدرب بيقيس الاحمال، بيقيس القوه بتاعته، برنامج، يبقى في الاوبجكتيف بقى بقدر اقيسه ان انا كل 3 4 شهور اعمل له قياس، اجيب ناس تقيمه والكلام ده كله. وعنده اوبجكتيف ليد لاين ان بعد سنتين في بطوله الجمهوريه او بطوله البلد اللي هو فيها ان هو هياخد، وهكذا. يبقى ده هدف محدد، هو عارف هو فين وعاوز يروح فين، في وسيله قياس وواقعي، مش هيخش ماستر اولمبيا ولا حاجه زي بجرام يعني، لكن هو واقعي. بعد كده بيقول لك اخدت بطوله الجمهوريه عاوز اخش بطوله افريقيا عاوز اشوف بطوله البحر المتوسط وهكذا، يفوز اخش مصر اولمبي. يبقى انت بتحط ايه؟ عاوز تبقى بطل عالمي في خلال مثلا 10 سنين. خلاص فبتحط اهداف متتابعه ورا بعضها بحيث تقودك للهدف الاخير. انت كشركه عاوز تبقى ماركت ليدر في السوق، طب انت فين دلوقتي؟ الماركت شير بتاعك كام؟ مين الماركت ليدر في السوق؟ الشركه الفلانيه الماركت شير بتاعها كام؟ 40%. طب انت الماركت شير بتاعك كام؟ انا 3% او 4%. حلو، ممكن نحط مجموعه اهداف بتساعدك ان انت تبقى ماركت ليدر في خلال 15 سنه مثلا. ان احنا نحط اوبجكتيفز بقى، ان انت مثلا تزود مبيعات بنسبه 5% كل 3 شهور، ان انت تزيد الحصه التسويقيه بتاعتك 10% كل سنه، ان انت بتحافظ على العملاء بتوعك ويتكرر لهم السمو كاستمر ريتنشن مثلا بنسبه 20% زياده عن الموجود حالي، ان انت تدخل 3 منتجات جديده للخدمه كل سنه بحيث تزود السكوب بتاعك. فممكن اي هدف من دول بتكراره يساعدك ان انت توصل تبقى ماركت ليدر بعد 10 سنين، توصل للغايه بتاعتك او الجولز بتاعتك، او ممكن كل دول بيخدموا على الهدف بتاعك. تحط مجموعه اهداف لجميع الادارات بحيث كلهم بيساعدوك ان انت توصل للماركت شير بتاعك اللي هو انت عاوز تزيد كل سنه 10% او 5% لغايه ما توصل 40% او 45% في خلال 10 سنين. خلاص يبقى ده الفرق بين الجولز والاوبجكتيفز او الغايات والاهداف. اتمنى ان تكونوا استفدتوا بيها، ونشوفكم ان شاء الله في خاطره جديده من سلسله خواطر اداريه. معكم ايمن ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.